بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به ونحييه، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب العبادات وأركان الإسلام، أتبع ذلك بكتاب البيع. والمناسبة في ذلك أن المسلم لا يتمكن من أداء العبادات إلا بما يستعين به على إقامتها، وذلك بالطعام والشراب وغير ذلك مما يحتاجه، وهذا لا يتحقق إلا بطلب الرزق والاكتساب، لا يتحقق له الحصول على كفايته وتمكنه من العبادة إلا بوجود ما يقيم صلبه ويعينه على الاستمرار فيها. فلذلك عقد المصنف كتاب البيع بعد كتاب العبادات، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذا يدل على أن دين الإسلام ليس هو دين عبادات فقط، وإنما هو دين عبادات ودين طلب للرزق وطلب للمال، فيجمع المسلم بين خيري الدنيا والآخرة. الحمد لله. فليس هو دين عبادات فقط، ولا هو دين، ولا هو دنيا فقط، وإنما هو جمع بين الأمرين، جمع بين خيري الدنيا والآخرة. فالمسلم لا يقتصر على العمل للآخرة ويترك عمل الدنيا، ولا ينهمك في عمل الدنيا ويترك عمل الآخرة، بل لا بد أن يأخذ من هذا وهذا، كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فجمع بين ابتغاء الرزق وبين العبادة، أمر بابتغاء الرزق وأمر بالعبادة، بل إنه قدم ابتغاء الرزق، الأمر بابتغاء الرزق على الأمر بالعبادة، لأن الإنسان لا يتمكن من العبادة إلا بالرزق الذي يعينه على ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا بعدما نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فدل على أن المسلمين يبيعون ويشترون، ولكن إذا حان وقت الصلاة أذن للجمعة فإنهم يتركون البيع ويأتون للصلاة، فيجمعون بين طلب الرزق وبين أداء العبادة في وقتها. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا معناه أنه يباح للمسلم أن يطلب الرزق في موسم الحج وهو حاج، فيكتسب وهو يؤدي المناسك، يكتسب بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك من طلب الرزق الحلال مع أداء المناسك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأمر فأباح للمسلم الاكتساب بطلب الرزق وإن كان في أعمال الحج، وهذا لا يتنافى مع هذا. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال لا تلهيهم تجارة، ولم يقل لا يبيعون ولا يشترون، وإنما قال لا تلهيهم، فيبيعون ويشترون ولكن لا يلهيهم ذلك عن العبادة في وقتها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا الإنسان يتلهى بأمور دنياه ويترك دينه، أو العكس ينشغل بأمور الدين ويترك أمور دنياه، ويكون عالة على غيره وعالة على الناس. فدل على أن الإسلام دين ودنيا وعبادة وحرفة طلب للرزق، وليس الإسلام هو دين رهبانية وانقطاع عن الدنيا، وإنما هو دين يجمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، فيجمع بين الدين والدنيا وأنهما لا يتعارضان، لكن لا يطغى أحدهما على الآخر أو يشغل أحدهما عن الآخر، بل المسلم يعادل بين عبادته وبين طلبه للرزق، فيطلب الرزق في أوقات الطلب ويؤدي العبادة في أوقاتها التي شرعها الله فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو البيع. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب قد قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي آيات كثيرة أباح الله فيها البيع، منها ما تلوناه قريبا. وأما السنة، النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى عليه الصلاة والسلام، وأقر الناس على بيعهم وشرائهم، ولكنه أرشدهم إلى الطريق الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فنهى عن الكذب وكتمان العيوب في السلع، وأباح البيع النزيه. قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومر صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يبيعون ويشترون فقال: يا معشر التجار، فرفع الناس رؤوسهم ينظرون ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من بر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق.
والبيع هو من أطيب المكاسب، إذا خلا من الغش وخلا من الخديعة وخلا من الكذب والتدليس فإنه من أطيب المكاسب. كذلك الزراعة من أطيب المكاسب، وكذلك الغنائم في سبيل الله من أطيب المكاسب. فهناك مكاسب طيبة تكون أطيب من غيرها، والأصل في المكاسب كلها الحل. الحمد لله. الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، وإلا فالأصل الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في الأكساب والمعاملات والأصل فيما خلق الله في الأرض هو الحل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكذلك الإجماع، أجمع العلماء على مشروعية البيع وأنه أمر مباح، بل هو كسب طيب إذا خلا من المخالفات، فقد أجمعوا على حل البيع ومشروعيته. وكذلك القياس الصحيح والعقل يدل على هذا، لأن بعض الناس قد يكون عنده سلع وليس بيده نقود، وهو محتاج إلى النقود، والطرف الآخر عنده نقود وليس عنده سلع فهو محتاج إلى السلع، فكيف يتوصل بعضهم إلى ما يحتاجه إلا عن طريق البيع والشراء؟ فصاحب السلعة يبيعها ليحصل على الثمن، وصاحب النقود يبذلها ليحصل على السلعة ليقضي بها حاجته. فدل العقل والحكمة والقياس الصحيح على حل البيع لحاجة الناس إلى ذلك. أما تعريف البيع لغة، فالبيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر ويمد يده إلى الآخر، ومنه البيعة مع الإمام، عقد البيعة مع الإمام، لأن كل من المتبايعين يمد يده إلى الآخر ويضرب يده بيد الآخر عند العقد. وأما تعريف البيع في الشرع فهو ما ذكره المؤلف، مبادلة مال، يعني مبادلة بين طرفين، بين بائع ومشتري، مبادلة مال. فالبيع إنما يكون في الأموال، وكذلك يكون في المنافع، ولهذا قال مبادلة مال ولو في الذمة، يعني الدين الذي سواء كان هذا المال الذي حصلت فيه المبادلة عينا أي شيئا حاضرا، أو كان في الذمة يعني شيء مؤجل، أو منفعة مباحة. إذن فالأمور التي يقع عليها البيع ثلاثة أنواع: إما مال حاضر وهو ما يسمى بالعين، وإما مال غائب وهو ما يكون في الذمة، وإما منفعة شيء من الأشياء كتأجير الدار أو تأجير الدابة أو غير ذلك. واشترط في المنفعة أن تكون منفعة مباحة، يخرج المنفعة المحرمة. ومثل للمنفعة المباحة بالممر الذي يكون في أرض الغير، وذلك بأن تطلب منه
أن يمكنك مما مر تمر منه في أرضه وتدفع له مقابل ذلك، تدفع له مقابل ذلك، هذه المنفعة. فإذا نظرنا في هذه الأنواع الثلاثة، مال وهو ما كان حاضرا أو مال يكون في الذمة أو منفعة، وكل واحدة يمكن أن تباع بهذه الثلاثة، يمكن يباع مال بمال أو يباع مال حاضر بدين في الذمة أو يباع مال بمنفعة، وتقول هذا أيضا بالدين وتقول هذا أيضا في المنفعة، يتوارد عليها الأمور الثلاثة. فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة تحصل تسع صور كما ذكر أهل العلم، هذه صور صور البيع، تسع صور. نعم، عين بعين أو عين بدين أو عين بمنفعة، بمنفعة. هذه ثلاث صور، هذه ثلاث صور. دين بعين أو دين بدين بشرط الحلول والتقابض أو دين بمنفعة، هذه ثلاث صور. نعم، مع ثلاث سابقة هذه ست. نعم، منفعة بما بعين أو منفعة بدين أو منفعة بمنفعة، هذه ثلاث مع ست تسع صور. نعم، أحسن الله إليكم. قال: بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم، يكون البيع على التأبيد، المبادلة تكون على التأبيد، فيكون المبيع ملكا للمبيع، يكون ملكا للمشتري، والثمن يكون ملكا للبايع، ملكا مؤبدا وليس مؤقتا، فالبيع ليس فيه توقيت. فلا تقول بعتك هذه السلعة مدة سنة أو بعتك هذا الثوب مدة أسبوع، البيع يقتضي التأبيد، فإذا اشتريته صار ملكك على الأبد ما دام يصلح للاستعمال ولا يسترجعه البايع. فالبايع لا يسترجع السلعة والمشتري لا يسترجع الثمن. نعم، غير ربا وقرض. فالربا لا يسمى بيعا لأن الله حرمه، وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا مثلا بيع نقد بنقد. نعم، بيع نقد بنقد هذا ربا. بيع نقد بنقد أكثر منه هذا ربا فضل، وبيع نقد بنقد مؤجل هذا ربا نسيئة، وهذا سيأتي في باب الربا. هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، ولو حصل فيه مبادلة بين طرفين فإنه لا يحل ولا يدخل في اسم البيع لأن الله حرم البيع، حرم الربا. وقرض، القرض أيضا فيه مبادلة، القرض فيه مبادلة، والقرض معناه أن تدفع مبلغا من المال لمن ينتفع به ويرد بدله. نعم، يرد بدله، هذا هو القرض، وهو من عقود الإرفاق التي يقصد بها نفع المقترض المحتاج، ثم هو يرد عليك مالك ويحصل لك الأجر ويرجع إليك مالك. هذا فيه مبادلة لأن المقرض دفع مالا والمقترض رد مالا، ففيه مبادلة، هذا لا يسمى بالبيع وإنما يسمى بالقرض. البيع يراد به الاستثمار والنمو، وأما القرض فلا يراد به استثمارا دنيويا وإنما يراد به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وينعقد بإيجاب وقبول بعده. نعم، البيع يحتاج إلى صيغة، يحتاج إلى صيغة، يحتاج إلى صيغة، ويحتاج إلى عاقد، ويحتاج إلى معقود عليه،
فأركان البيع، أركان البيع ثلاثة: عاقد وهو البائع والمشتري، ومعقود عليه وهو السلعة، وصيغة وهي العقد الذي يتم به التبادل بين الطرفين. ولكل من هذه الأركان شروط، لكل من هذه الأركان شروط، فالعاقد يشترط فيه شروط كما يأتي، والمعقود عليه وهو السلعة يشترط فيها شروط كما يأتي، والصيغة وهي اللفظ الذي يتم به البيع أيضا لها شروط. فالعقد يكون بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري. هذا هو عقد البيع، يتكون وهي تسمى الصيغة، تتكون من شيئين: إيجاب وقبول. ويكون القبول بعد الإيجاب، يكون بعد الإيجاب، هذا هو الأصل، ويجوز قبله، ويجوز قبله لكن بشروط. نعم. قال: وقبله متراخيا عنه في مجلسه. يكون الإيجاب بعد، يكون القبول بعد الإيجاب. فالأصل أن يكون فوريا، أن يكون القبول فوريا بعد الإيجاب، ولكن يجوز تراخيه عنه، يجوز تراخي القبول عن الإيجاب ما دام في المجلس قبل أن يتفرقا. نعم. فإن تشاغل بما يقطعه بطل. إذا تأخر القبول عن الإيجاب وتشاغل بما يقطعه من الكلام أو من الأفعال فإنه يبطل. يعني يشترط في تراخي القبول عن الإيجاب ألا يتشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب من الأقوال أو الأفعال، فإن تشاغل بما يقطعه بطل العقد لانتفاء الشرط. نعم. وهي الصيغة القولية. الإيجاب والقبول هو الصيغة القولية. نعم. وبمعاطاة وهي الفعلية. الصيغة تنقسم إلى قسمين: صيغة قولية وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب مثل قول البائع بعت، والقبول مثل قول المشتري اشتريت. هذه قولية لأنها صدرت بالقول من الطرفين. القسم الثاني من أقسام الصيغة المعاطاة، وهي أخذ الثمن ودفع المثمن بدون كلام، أن يدفع المشتري الثمن للبائع، ويدفع البائع السلعة للمشتري بدون ثمن، بدون كلام. هذا معنى الفعلية: بيع بالفعل وليس بيعا بالقول. هذه أيضا ينعقد بها البيع، لأن هذا شيء اصطلح عليه الناس، ولأن هذا شيء يحتاج إليه الناس. مثلا مثل ماذا؟ مثل ما إذا كان الشيء محدد القيمة، مثل ما تأتي عند خباز مثلا. خباز مثلا أربع خبز بريال، تحط الريال وتأخذ الخبز وتمشي دون كلام، ما تقول له بع علي خبز، ويقول بعت عليك، وتقول أنت اشتريت وقبلت البيع ورضيت. ما يحتاج إلى هذا، لأن عرف الناس جرى على المعاطاة في هذا. تضع الثمن وتأخذ السلعة بدون كلام، هذه تسمى معاطاة. بالمعاطاة مثلا اللي أجر السيارة على الركاب مثلا، التاكسي يقف عندك وتركب معه بدون تقول تعال نبي نعقد إيجار ونكتب. نعم. لأن جرى عرف الناس على هذا، على الفعلية، أنك تركب وتعطيه
تعطيه الأجرة المعتبرة المعروفة أو المحددة. هذه صيغة بالفعل وليست صيغة بالقول والناس يحتاجون إليها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع الاختصار المقنع في لقائنا هذا. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.